أعلنت وزارة المالية العراقية عن إيقاف صرف جميع الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء المتقاعدين لحين إصدار تعليمات جديدة وفقا لما أورده المكتب الإعلامي للوزارة. ويأتي ذلك على هامش حزمة الإصلاحات التي أعلنها منذ مطلع هذا الأسبوع رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي شملت تقليصات فورية لأعداد الحماية الموفرة للمسؤولين في الحكومة الحالية وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. ويشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت أمس بالإجماع على جميع القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء. أكد عضو اللجنة المالية فالح الساري أن الإصلاحات الحكومية ستوفر للموازنة العراقية ما يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار أمريكي سنوياً. وأوضح الساري أن هذه الإصلاحات ستوفر مبالغ كانت تدفع دون تقديم أي خدمة للشعب العراقي. عربيا، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما يقضي بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 460 كيلومترا مربعا. وتتضمن المنطقة الاقتصادية المحاذية لقناة السويس 8 موانئ غرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والعريش والطور والأدبية، إلى جانب منطقتين صناعيتين شرق بورسعيد وغرب القنطرة. ويأتي قرار إنشاء منطقة اقتصادية بعد أيام من افتتاح قناة السويس الجديدة التي وسعت الممرات الملاحية وقلصت من وقت عبور السفن التجارية. إلى تفاصيل الأزمة الاقتصادية اليونانية، حيث توصلت المؤسسات الدائنة لليونان لاتفاق مبدئي على برنامج خطة الإنقاذ الثالثة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها 85 مليار يورو. ويتعين على البرلمان اليوناني تمرير القرارات بالتصويت عليه بالإضافة إلى موافقة وزراء مالية منطقة اليورو. ووضع المقرضون الأوروبيون والدوليون حزمة شروط يتعين على أثينا الالتزام بها لتلقي المساعدات، من أهمها تحقيق فائض مبدئي في الموازنة ابتداء من العام 2016. ذكرت دراسة نشرتها مجلة Environmental Research أن الاتحاد الأوروبي يهدر كل عام حوالي 22 مليون طن من الطعام. وأوضحت الدراسة أن بريطانيا هي الأسوأ في سوء الاستهلاك بأوروبا، تليها رومانيا، وخلصت إلى أنه يمكن تفادي إهدار نحو 80% من الطعام من خلال حسن استهلاكه وتوعية المواطنين بقواعد التسوق. في خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن مساعي بلاده لعقد اجتماع خاص للدول المصدرة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك خلال الأيام القادمة. وأكد مادورو تنسيقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد الاجتماع الطارئ قبل الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في منظمة أوبك المقرر في ديسمبر المقبل. وينتظر أن يبحث الاجتماع الطارئ للدول المصدرة للنفط اتخاذ إجراءات لحماية سوق النفط العالمية لمواجهة هبوط الأسعار.